العلماء عبروا عن السرعة غير المنتظمة بمصطلح آخر اسمه السرعة المتوسطة، واصطلحوا على رمز ليه عين شرطة أو عين وفوقها شرطة، تمام؟ وقالوا إن السرعة المتوسطة هي ناتج قسمة المسافة الكلية التي يقطعها الجسم المتحرك على الزمن المستغرق لقطع هذه المسافة. السرعة المتوسطة هي ناتج قسمة حاجتين على بعض، ناتج قسمة إيه؟ المسافة الكلية اللي الجسم بيقطعها أو للشخص المتحرك بيقطعها على الزمن اللي أنا استغرقته أو على الزمن اللي الشخص ده استغرقه لقطع هذه المسافة الكلية. وكان وحدة قياس السرعة المتوسطة هي نفس وحدة قياس السرعة العادية، متر على الثانية، متر كيلومتر على الساعة، وهكذا. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا مشيت فيه واحد، يعني مسافة رقم واحد، وفيه اتنين وفيه تلاتة وفيه اربعة وفيه خمسة، دي اسمها ايه؟ مسافات. بجمع المسافات الكلية. طب انا همشي المسافات دي كده والزمن واقف؟ لا، يبقى زي واحد زائد زي اتنين زائد زي تلاتة زائد زي اربعة، اجمع لي كل الازمنة اللي انت مشيتها او اللي انت استغرقتها لقطع المسافة الكلية دي واقسمهم على بعض، يديك ان السرعة المتوسطة. طب عايزين مثال عشان نفهم يا مستر بعد اذنك. حاضر. قلنا ان العلماء بيفضلوا التعبير عن السرعة غير المنتظمة بمصطلح اسمه السرعة المتوسطة، وقلنا ان بيرمز لها بالرمز عين شرطة، ويمكن حسابها من العلاقة الرياضية الاتية، اللي هي السرعة المتوسطة بتساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي. ما اخدش زمن واحد بس من المسألة واجمعه او وادخله في العلاق، ولا اخد مسافة واحدة بس وادخلها في العلاق، لا. اذا السرعة المتوسطة هي المسافة الكلية اللي بيقطعها الجسم المتحرك مقسومة على الزمن الكلي. يبقى مسافة كلية على زمن كلي يديني سرعة متوسطة. فما هو تعريف السرعة المتوسطة؟ بمنتهى البساطة وناتج الشرح النظري اقدر اطلع انا من نفسي من غير ما حد يقول لي خد احفظ، ولا خد الصفحة دي احفظها لي وتعالى سمعها لي. طالب العلوم ما ينفعش يبقى حفيظ، انا كل مقطع باكد على المعلومة دي. احنا شرحنا بشكل نظري يعني ايه سرعة متوسطة والقانون بتاعها. استنبط بقى يا اخي ايه السرعة المتوسطة. هي المسافة المقطوعة، المسافة الكلية، المسافة الكلية التي يقطعها الجسم مقسومة على الزمن الكلي. السرعة المتوسطة تعرفها كالآتي: هي المسافة الكلية التي يقطعها الجسم المتحرك مقسومة على الزمن الكلي المستغرق في قطع هذه المسافة. فما معنى أن السرعة المتوسطة لقارب بالبحر 30 كيلو متر في الساعة؟ المسافة الكلية التي يقطعها هذا الجسم في خلال الساعة الواحدة بتساوي 30 كيلومتر. برافو. مثال عايزين نثبت المعلومة، تكرار الأسئلة أو تكرار الأمثلة الهدف منه تثبيت المعلومة. عندما يقطع أحد العدائين اللي هم الرانرز مسافة مقدارها 100 متر جريا في زمن قدره 10 ثواني، ما شاء الله عليه، جري 100 متر في 10 ثواني، ثم عاد إلى نقطة البداية سيرا، يعني مش جريا بقى، لا، ماشي على رجليه، مستغرقا 80 ثانية. احسب السرعة المتوسطة للعداء أثناء رحلة الذهاب، رحلة العودة، رحلتي الذهاب والعودة. يبقى السرعة المتوسطة للعداء أثناء رحلة الذهاب بتساوي، هنعمل عدد، تبقى تساوي السرعة بتساوي المسافة على الزمن، تساوي 10 ايه؟ متر لكل. حلو قوي. طب رحلة العودة بتساوي 100 على 80 بيساوي 5 على 4، 1.25%. حسبنا رحلة الذهاب بمنتهى البساطة لأن هي قاعدة احنا خدناها قبل كده، وحسبنا رحلة العودة لأن هي نفس القاعدة. أما رحلتي الذهاب والعودة، هنا هنطبق قانون السرعة المتوسطة اللي هو بيقول الآتي: المسافة الكلية على الزمن الكلي. أنا عندي هنا المسافة الكلية، ما أقولش بقى ويضحك عليا اداني 100 متر بس، فقول المسافة الكلية 100 متر. ليه؟ إن شاء الله هو راح 100 متر ورجع 100 متر، يبقى المسافة الكلية 200 متر على الزمن الكلي اللي هو 10 ثانية زائد 80 ثانية اللي هو 90 ثانية. يبقى هقسم 200 على 90، 2.2 متر لكل ثانية. مثال آخر: احسب السرعة المتوسطة لجسم يقطع مسافة قدرها 84 متر خلال 12 ثانية، ثم 56 متر خلال 8 ثواني، ثم 28 متر خلال 4 ثواني. بمنتهى البساطة وبالتعويض المباشر في القانون على طول، السرعة المتوسطة اللي هي عين شرطة بتساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي. هجمع كل المسافات اللي هو الدهالي وأقسمها على مجموع كل الأزمنة اللي هو الدهالي وطلع السرعة المتوسطة. طيب مثال آخر: احسب السرعة المنتظمة لجسم يتحرك في خط مستقيم ليقطع مسافة قدرها 168 متر خلال 24 ثانية.
نخلي بالنا، هو عايز يحسب هنا مش السرعة المتوسطة، سرعة منتظمة، سرعة منتظمة لجسم يتحرك في خط مستقيم ليقطع مسافة 168 متر خلال 24 ثانية. السرعة المنتظمة بتساوي أي سرعة على طول هتساوي مسافة على زمن، أقسم ال 168 على ال 24 تطلع لي 7 متر لكل ثانية. أستنتج أن الجسم قطع نفس المسافة في نفس الزمن. إذن يمكن تعريف السرعة المتوسطة كالتالي: هي السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن. تاني، يتضح ان السرعة المتوسطة هي السرعة المنتظمة اللي لو الجسم اتحرك بيها لقطع نفس المسافة في نفس الزمن. يعني ايه؟ يعني كل ما يمشي 168 متر هيقطع 24 ثانية، كل ما يمشي 84 متر هيقطع 12 ثانية، كل ما يمشي 28 متر هيقطع 4 ثواني، وهكذا. فدي تسمى سرعة متوسطة برضه. ما هي السرعة المتوسطة؟ تعريف آخر يعني، هي السرعة المنتظمة اللي لو تحرك بها الجسم هيقطع نفس المسافة في نفس الزمن. يبقى كده عندي تعريفين للسرعة المتوسطة. امتى السرعة المتوسطة تبقى سرعة منتظمة؟ لو الجسم مشي في سرعة منتظمة. لو الجسم مشي في سرعة منتظمة هتبقى السرعة المتوسطة بتساوي السرعة المنتظمة. طيب يجي يقول لي متى تختلف قيمة السرعة المتوسطة عن قيمة السرعة بتاعة الجسم في أي لحظة إذا تحرك في حركة غير منتظمة؟ خلاص كده. طيب بكده نكون انتهينا. أرجو تسمع المقطع مرة واثنين وثلاثة. إذا كان في حاجة مش واضحة قدامك ما تستناش واسألني فورا، إن شاء الله جاوبك على طول، سواء تسألني هنا تحت الفيديو أو تسألني على الجروب اللي هتلاقيه برضو موجود مع الديسكريبشن أو الوصف بتاع الفيديو. كان معكم مستر محمد الصادق.